ونمسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. تتأثر البلاد خلال هذه الأيام بمنخفض السودان الموسمي مع أيضا منخفض جوي آخر متعمق في طبقات الجو العليا، أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة وأيضا المتوسطة وأيضا تتخللها بعض السحب الركامية، وهذا اللي أدى إلى تكون الإعصار القمعي اليوم في غرب البلاد في مزارع الأبرق، واللي انتهت طبعا هذه الحالة الجوية خلال الساعات القليلة الماضية، واللي أيضا ما استمرت لفترة طويلة، كانت مدتها تتراوح ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة. متوقع أن هذه الحالة الجوية قد تستمر معنا خلال الأيام القليلة المقبلة، نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية إلى شمالية شرقية، وقد تؤدي أيضا إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية، قد يستمر معنا خلال الأيام القليلة المقبلة، وأيضا فرص الأمطار راح تكون مستمرة خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية على بعض المناطق، الله يجعلها إن شاء الله أمطار خير على البلاد والعباد. معنا الحين أيضا كاميرات المرور الموزعة على بعض الطرقات المختلفة من دولة الكويت، حاليا نلاحظ حركة المرور سلسة على معظم المناطق، لكن أيضا نحب نأكد وننوه على مرتادين الطرقات المختلفة بالتأني أثناء القيادة في ظل هذه الأجواء الممطرة، خاصة أن قد تكون بعض الطرقات زلقة خلال هذه الأيام، مع تمنياتنا طبعا لكم بالسلامة دائما وأبدا. أما بالنسبة لأجواءنا الحالية في مدينة الكويت، أجواء ممطرة مع رياح حاليا شمالية شرقية سرعتها 8 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة حاليا 27 درجة مئوية، الرطوبة النسبية نوعا ما مرتفعة إلى 66% في مدينة الكويت، لكن تزيد عن هذه المعدلات على المناطق الساحلية وداخل البحر، لذلك أيضا يعانون من أمراض الربو والحساسية حطوا بالكم خلال هذه الأجواء الرطبة. الرؤية الأفقية حاليا ممتازة في مدينة الكويت تتجاوز 10 كيلومتر، لكن مع هطول الأمطار متوقع أن قد تنخفض أو ينخفض مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق وقد يصل أحيانا إلى أقل من 1000 متر. الأجواء المتوقعة خلال الساعة 6 مساء راح يستمر معنا الهواء شمالي شرقي إلى متقلب الاتجاه، أيضا راح يكون نشط على فترات 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة وقد يزيد أحيانا عن هذه المعدلات وقد يصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة. أجواء راح تستمر غائمة إلى غائمة جزئيا مع استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة اللي قد تكون رعدية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة راح تتفاوت ما بين 23 إلى 28 درجة مئوية في معظم المناطق البرية وكذلك داخل البحر، مع أجواء رطبة وقد تصل نسب الرطوبة أحيانا إلى أكثر من 70%. أما بالنسبة لأجواءنا البحرية في يوم الغد، البحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، قد يصل ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام، والتيارات المائية لا زالت في فترات الحمل. أما بالنسبة لأجواءنا البحرية خلال هذا اليوم، طبعا ما ننصح بممارسة أي نشاط بحري لأن نشاط الهواء راح يكون مستمر معنا، وأيضا ارتفاع الأمواج راح يكون مستمر وقد يصل خلال هذا اليوم إلى أكثر من 6 أقدام. أما بالنسبة للمواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفجر الساعة 4:47، شروق الشمس الساعة 6:09، وموعد أذان المغرب الساعة 5:05. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، راح تستمر معنا بإذن الله فرص الأمطار الخفيفة المتفرقة اللي قد تكون رعدية على بعض المناطق. أما بالنسبة للرياح فالهواء راح يكون في يوم السبت والأحد شمالي شرقي إلى متقلب الاتجاه، خفيف إلى معتدل السرعة في يوم السبت 8 إلى 35، لكن قد يعود إلى نشاطه مرة ثانية على فترات خلال يوم الأحد 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة. أجواء معتدلة خلال فترة النهار قد تصل العظمى ما بين 27 إلى 28 وراح تكون مائلة للبرودة خلال فترات الليل المتأخرة، وأيضا خلال فترات الصباح الباكر قد تصل الصغرى ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية. مع نهاية يوم الأحد راح يرجع معنا الهواء شمالي غربي وراح يكون ملحوظ أكثر في يوم الأثنين، لكن الأجواء الغائمة راح تكون مستمرة وفرص الأمطار بإذن الله راح تكون مستمرة. العظمى 27 والصغرى 23 درجة مئوية في يوم الثلاثاء والأربعاء، راح يرجع معنا الهواء الكوس خفيف إلى معتدل السرعة 8 إلى 32 في يوم الثلاثاء، وفي يوم الأربعاء 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة، وتكاثر السحب راح يكون مستمر وفرص
الأمطار بإذن الله راح تكون مستمرة. أعزائي المشاهدين، خلال مساء هذا اليوم راح تقام مباراة ما بين فريقي العربي والقدسية على استاد صباح السالم في منطقة المنصورية. محبين هذه اللعبة، تمنياتنا لكم بالاستمتاع خلال هذه الأجواء، وطبعا لا تنسون الرينكوت لحمايتكم من الأمطار المتوقعة خلال فترة المباراة. أما الآن أعزائي المشاهدين تتيجة جولتنا الجوية، وأعود بكم إلى الجانب الآخر من الاستديو، لكن بعد هذا الفاصل.